بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم في الدرس الأول، الأعداد النسبية. الأعداد النسبية في هذا الشرح مبنية على المنهج الدراسي للصف الثاني المتوسط حسب وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. يقدم لكم هذا الشرح مهندس نادر عباس. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بالنسبة للدرس الأول، الأعداد النسبية. دائما قبل أن نبدأ بالأعداد النسبية ونتكلم عن الأعداد النسبية، يجب علينا أن نوضح مفاهيم أساسية تعتبر أساس لفهم الأعداد النسبية. أولا، ما هي الأعداد الصحيحة؟ الأعداد الصحيحة هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر. إذن ما هي الأعداد الصحيحة؟ سوف نستمع أو سوف نسمع هذا المصطلح، العدد الصحيح، في الشرائح القادمة. فما المقصود بالأعداد الصحيحة؟ الأعداد الصحيحة هي الأعداد الموجبة، تكون على يمين خط الأعداد، والأعداد السالبة والصفر. إذن هذه النقطة الأولى، العدد الصحيح هي الأعداد الموجبة والسالبة بالإضافة إلى الصفر. المفهوم الثاني، ما هي الأعداد الطبيعية؟ الأعداد الطبيعية هي الأعداد الصحيحة الموجبة بالإضافة إلى الصفر. إذن هذه نقطة أخرى. إذن الأعداد الموجبة، كل الأعداد الموجبة بالإضافة إلى الصفر تعتبر أعداد طبيعية، تعتبر أعداد طبيعية. المفهوم الثالث من المفاهيم، ما هو العدد النسبي؟ العدد النسبي اللي نتكلم عنه ونريد أن نفهم ما هو العدد النسبي، نقول أن العدد النسبي هو أي عدد يمكن كتابته على صورة كسر. طيب يسأل قائل، ما هو الكسر؟ الكسر عبارة عن بسط ومقام. طيب هل هناك شروط؟ نعم، بشرط أو يجب تحقق شرطين، أن المقام لا يساوي صفرا، وأن البسط والمقام عددان صحيحان. إذا مثال ذلك، طيب ذكرنا أن البسط والمقام عددان صحيحان وتكلمنا عن الأعداد الصحيحة. مثال ذلك، 3 على 1. الآن هذا يعتبر عددا نسبيا لأنه على صورة كسر، بسط ومقام. فالتعبير اللفظي أن العدد هو العدد النسبي، اللي هو العدد الذي يمكن كتابته على صورة كسر ألف على باء، حيث أن ألف وباء عددان صحيحان، والباء لا تساوي صفرا، لأن قسمة أي عدد، فرضا نقول أن 4 على 0، كم تساوي؟ الآن أخرج الآلة الحاسبة أو استخدم الكمبيوتر أو أي جهاز آخر وقم بحساب 4 على 0، سوف تجد أن الإجابة تعطيك خطأ أو إيرور. السبب أن 4 على 0 القيمة تعتبر لا نهائية، قيمة لا نهائية، وهذه خطأ بالنسبة في هذه المسائل التي أمامنا. أما بالنسبة على 0 على 4، كم تساوي؟ سوف نتعرف عليها. إذن النقطة المهمة الثانية، تتكون الأعداد النسبية من مجموعات، وهذه نقطة جدا مهمة يخطئ فيها كثير من الطلاب. قبل أن تبدأ الأعداد النسبية افهم مما تتكون الأعداد النسبية. تتكون الأعداد النسبية من الأعداد الصحيحة مثل
وتتكون من الكسور العادية، وتكلم عن كسر عادي، كسر عادي، بسط ومقام، مثل نص. وتتكلم عن الكسور العشرية. لما أتكلم عن الكسور العشرية أتكلم هنا عن فاصلة. لما تسمع كلمة عشرية أي فاصلة، هناك فاصلة، مثل. طيب الآن ملاحظة جدا مهمة قبل أن نكمل. الملاحظة تقول أن الكسور العشرية بها قسمان: كسر عشري منتهي وكسر عشري دوري. فالكسر العشري المنتهي لأن عملية القسمة انتهت وكان باقي القسمة صفرا، ومثال ذلك هذا. أو أما الكسر العشري الدوري هو عبارة عن تكرار، يتكرر الرقم بصورة دورية، ومثال ذلك 0.3. ونلاحظ هنا وجود الشرطة الأفقية، اختصار لهذه قيمة التكرار الثلاثة عدة مرات، وبين ثلاثة أصفار تكتب بهذه الصيغة اختصارا، وفي بعض الكتب أو في بعض المراجع تكتب نقطة على العدد المكرر. لكن الذي يجب أن نعرفه هنا أن الكسور العشرية تنقسم إلى قسمين: منتهية ودورية. وأن تعلم أن الشرطة الأفقية تكتب فوق الرقم أو مجموعة الأرقام فقط، ولا تكتب الخطأ المنتشر أن تكتب الشرطة الأفقية على جميع الرقم، وإنما على العدد المكرر فقط. رابعا الأعداد الكسرية. ولما أتكلم عن الأعداد الكسرية أتكلم عن عدد وعن كسر. عدد اللي هو رقم 5، وكسر اللي هو 2/3 في قيمة واحدة أو في شكل واحد، تسمى بالأعداد الكسرية، تسمى بالأعداد الكسرية. وهذه الملاحظة تكلمنا عنها أن الشرطة الأفقية تكتب فوق العدد فقط. إذن ركزوا معي مرة أخرى، تتكون الأعداد النسبية من مجموعات الأعداد الصحيحة، الكسور العادية والكسور العشرية والأعداد الكسرية. سوف أتوقف هنا لثواني، أتمنى كتابة هذه الأشياء لأن سوف نحتاج إليها. أكتب مما تكون حتى نفهم الأمثلة القادمة. أخيرا كتابة الكسور العشرية ومنازل الأعداد. هذه الشكل الذي أمامكم الذي يبدأ بتعلمت سابقا من موقع المدارس أو المدرسة العربية، جزاهم الله خير، موجود هذا الموقع في نهاية العرض، تستطيعون الاستفادة من موقعهم، موقع جدا مفيد وشيق. تعلمت سابقا، يجب عليك أن تعرف أن 5/10 تكتب بصورة كسر عشري بهذه الطريقة، وهذا من الأساسيات. الآن أقولها من الآن، إذا لم تستطع أن تتأكد وتتعلم هذه الأساسيات لا تدخل بالأعداد النسبية، لأنك سوف تضيع بكل تأكيد. لذلك 5/10 تكتب بهذه الطريقة، وقس على ذلك باقي النقاط. 8/100 تكتب بطريقة كسر عشري، وهذه تكتب بطريقة كسر عشري، وهكذا. وهذه عبارة عن عدد كسري يكتب بهذه الطريقة. هذه أساسية وجدا مهمة. أيضا يجب عليك أن تعرف الدورات، دورة الآحاد في الأعداد وهي منازل الأعداد، دورة الآحاد ودورة الألوف ودورة الملايين ودورة البلايين، وكل واحدة مكونة من 3 خانات: آحاد وعشرات ومئات، آحاد وعشرات ومئات. قد يقول قائل وما الفائدة؟ نقول الفائدة أنك تستطيع أن تحدد الخانة وفي أي دورة، وتستطيع حتى أنك تقرأ أعداد قد تكون كبيرة، يصل العدد إلى 12 رقم أو 10 أرقام بكل سهولة بناء على هذه الأشياء، وهذه تعتبر من الأساسيات. وأيضا على ذلك الفاصلة العشرية، الرقم الذي بعدها آحاد وعشرات ومئات، وقس على ذلك باقي الأجزاء، والذي قبلها أجزاء من العشرة، أجزاء من المئة، أجزاء من الألف،
على يميني. هذا الذي ذكرناه، 0 على 4 يساوي صفرا. تذكر هذه المعلومة، سوف نحتاج إليها فيما بعد. نبدأ مباشرة بالمثال. الآن المثال اللي أمامك، اكتب الكسر على صورة كسر 20. دائما أقول أن فهم، ودائما يقال أن فهم السؤال هو عبارة عن نصف الإجابة. اكتب الكسر على صورة كسر 20. كسر 20 معناه هناك فاصلة، إذا لابد جواب النهائي أن يكون فيه فاصلة. طيب، 5 على 8 هي عبارة عن 5 قسمة 8. بعد ذلك إذا كان وصلت هذه الصورة وتريد أن تحول إلى كسر 20، سوف تقوم بعملية القسمة المطولة اللي هي تعتبر هادس عند بعض عند بعض الطلاب، لكن الحل جدا بسيط، فقط احفظ جدول الضرب وسوف تجد أن المسألة جدا بسيطة وجدا ممتعة. 5 على 8، هل هناك عدد أقوم بضربه في 8 يعطينا 5 أو أقل؟ لا، أضيف 0. هل هناك عدد؟ نعم، 6 تعطينا 48. طرح تعطينا 2. هل هناك عدد في 8 أو أقل يعطينا 2؟ لا يوجد، نضيف 0. هل هناك عدد؟ نعم، 2 تعطينا 16. طرح الناتج 4. هل هناك عدد؟ نعم، لا، 0. 45. انتهت المسألة. الآن الذي عدد هو عبارة عن 6 2 5، والكسر هو عبارة عن كسر 20 ثلاثة أرقام. إذن الفاصلة بعدها، هذا هو الجواب النهائي. المثال الذي يلي، اكتب على صورة كسر 20. تكلمنا 20 هناك فاصلة، إذن جواب النهائي لابد أن يكون هناك فاصلة. نقوم بتحويل هذا العدد الكسري إلى صورة مبسطة للكسر حتى نستطيع أن نحل المثال. نقول كالتالي: المقام 3 كما هو. بعد ذلك تضرب الواحد في 3 واحد في 3 زائدا البسط كما هو يساوي 1 في 3 3 زائدا 2 5 على 3. بعد ذلك كما فعلنا في السؤال الأول أو المثال الأول عن طريق القسمة المطولة، لن نتطرق إليها. الجواب النهائي سوف يكون 1 6 6، الفاصلة في الخانة الأولى. إذن طريقة القسمة، وضع إشارة السالب. نتذكر دائما أن إشارة السالب موجودة هنا، سوف في النهاية تضاف إلى القيمة، وهذه هي القسمة المطولة. نرى في القسمة أن العدد 6 يتكرر، 6 6 6، فلذلك يكون الجواب هكذا. ونضع إشارة الشرط الأفقية فوق الرقم 6 للدلالة على أنه رقم 6 هو عدد مكرر. الآن اكتب
هذا الرقم على أصوات كسر عادي، وهذا جدا سؤال جدا بسيط. كسر عادي معناها مثل النص كما ذكرنا في المثال السابق، والإجابة جدا بسيطة. نحول من هذه الصيغة إلى هذه الصيغة التي ذكرناها، تستطيع أن ترجع إليها في المفاهيم الأساسية. بعد ذلك سوف تكون 45 على 100، تقوم بالتبسيط على نفس القيمة البسط والمقام، هنا على 5 وهنا على 5 تقسم. المقصود على 5 أي تقسم، أي عدد في الخانة وفي جدول 5 يعطيك 45، وفي جدول 5 يعطيك 100، أي في البسط والمقام على نفس العدد. إذا الجواب عبارة عن 9 على 20، وهذا هو الجواب. السؤال الأخير أو المثال الأخير، اكتب هذا العدد على صورة كسر عادي. كسر عادي معناها بسط ومقام، إذا لابد أن يكون هناك مثل النص، بسط ومقام. نلاحظ أن القيمة هنا قيمة دورية مكررة، حتى لا أقوم ببعض يكون عندي بعض اللبس في هذا السؤال، لابد من كتابة وتحويل هذه القيمة إلى متغير. وأنا إذا نفترض أنا متغير وسميه فرضا سين، وأقول أن سين بتساوي 0.5 شرطة فوقية، التي هي بمعنى 0.5553 نقاط، معناها دورية. احفظ هذه الجملة. إذا مرة أخرى قبل أن ننتقل، سوف نحتاج إليها بعد قليل، احفظ هذه النقطة. إذا السين أسندناها إلى خانة حتى تكون تبسط المسألة، لا يكون فيها تعقيد. لماذا هذا الموضوع؟ لأن السين قيمة مكررة. إذا قمنا بإسناد هذه الخانة. بعد ذلك نقوم بضرب، لاحظوا معي هنا، الآن أسند السين إلى قيمة. بعد ذلك نضرب كلا الطرفين في 10. طيب لماذا أضرب في 10؟ لأن عدد المنازل المتكررة منزلة واحدة، يعني 5 فقط هي مكررة، عدد واحد مكرر. لو كان هناك 5 فرضا و7، إذا عددين سوف أضرب كلا الطرفين في 100. لو كان هناك 3 أعداد سوف أضرب في كم؟ في صحيح في 1000. إذا بناء على عدد المنازل المكررة. فبالتالي عند ضرب 10 سين في كلتا القيمتين، 10 سين في الجهة أو في المنطقة اليمين وفي المنطقة اليسار، سوف تكون 10 سين بهذه الطريقة تساوي هذه القيمة. الآن عند ضرب 10 داخل القيمة التي بين القوسين وهي قيمة السين، نلاحظ أنها سوف تتحرك الفاصلة منزلة واحدة باتجاه اليمين، وقد تتحرك منزلتين لو ضربناها في 100، تتحرك 3 منازل لو ضربناها في 1000، تصبح عندنا القيمة هكذا. الخطوة اللي قبل الأخيرة، الآن نلاحظ أن عندنا هنا 5 5 5 3 نقاط، معنى عدد مكرر. أريد أن ألغي وأن أمسح هذا التكرار حتى تتبسط هذه المسألة. دائما نتذكر أنه في الضرب، في ضرب الأعداد الموجب والسالب ينتهي مع بعض. مثال ذلك سالب 6 وزائد 6، السالب مع الموجب، المسألة انتهت. طيب مثال ذلك الآن، هنا الآن 10 سين تساوي هذه القيمة. الآن سوف أقوم بالطرح السين من كلتا الجهة اليمين ومن جهة اليسار حتى أتخلص من التكرار الذي أمامي. إذا سوف تكون 10 سين ناقص سين تساوي 0.5 سين. إذن مرة أخرى أضفنا سين هنا وأضفنا سين هنا بالطرح،
حتى نتخلص من التكرار. الآن هنا السين، كم قيمة السين؟ نرجع مباشرة، هذه قيمة السين. إذا القيمة الموجبة السين قيمتها هكذا، وهذه القيمة هنا الآن موجبة، قيمة موجبة وهذه قيمة سالبة، سالب وقيمة موجبة. إذا السالب مع الموجب على أعداد الكسور هي عبارة عن 5، هذه 5، 5.55. إذا القسم المكرر سوف يلغى مع القسم الثاني ويكون متبقي عندنا 5 فقط. إذا العشرة س ناقص س، بما أنه هنا ناقص القيمة التي أمام الس هي قيمة الرقم 1، سوف تكون 10 ناقص 1 تساوي 9 كما هو موضح الآن هنا أمامك. إذا 9 س تساوي 5، نقوم بالتبسيط، قسمة على 9 وهنا على 9. إذا الجواب النهائي هو عبارة عن س تساوي 5 على 9. شكرا لكم للاستماع وشكرا لكم على حسن إنصاتكم، جزاكم الله خير. أتمنى مراجعة الفيديو مرة أخرى وكتابة الملاحظات عليه. الآن أمامكم المراجع ومصادر المعلومات التي تم الاعتماد عليها. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.